أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا سبيل الله أموات.
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون الملك القدوس سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله